من هذه الحملة المجرمة على الشيخ محمد مطول الشعراوي رحمة الله عليه، هذا الرجل الذي أهداه الله عز وجل إلى مصر وأهدى به وعلى يديه خلقا كثيرة في مصر وخارج مصر، وترك أثرا، يعني إن لم يكن من أثره إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الرجل علم القرآن وحبب الناس في القرآن وفهم الناس كلام رب العالمين. يعني وأنا صغير أنا كنت أرى المسيحيين في مصر يتابعهم كل يوم جمعة حلقة الشيخ محمد مطول الشعراوي، أما الآن فبين الفينة والفينة يخرج المفلسون وليس في جعبتهم شيء إلا أن يتهجموا على الشيخ الشعراوي وغيره، لا سيما الشيخ الشعراوي لأنه كان أكثر الناس أثرا. فنسأل الله عز وجل أن ينتقم ممن يعادي أولياءه وأن يفضحهم على رؤوس الأشهاد. إحنا كنا ولا زلنا ندعو لهم، ولكن للأسف الشديد يعني هم يصدق فيهم قوله عز وجل: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، لا سيما هذا المفلس الأكبر السمج الذي لا مروءة له، المفلس المجرم. يعني هل خلت جعبتك من المواضيع؟ الناس يتضورون جوعا، تكلم عما يعانيه الناس من جوع، ايه دخل الشعراوي رحمة الله عليه فيما يعانيه الناس اليوم؟ هذا هو الشيخ الذي قرب الناس من مائدة كتاب الله عز وجل.